الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشروع القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون، أتشرف اليوم بتقديم مشروع القانون رقم 3020 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، بعدما وافقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلسكم الموقر يوم الاثنين 11 مايو 2020. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بالشكر للسيد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية والسيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة على تفاعلهم الإيجابي مع مشروع القانون. إن هذا المشروع يأتي في سياق خاص تمر به بلادنا ويمر به العالم بأسره من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي وباء فيروس كورونا، ولا يخفى عليكم ما لهذا المشروع من أهمية وراهنية واستعجال. ولعل استعجال وراهنية هذا المشروع يأتي في سياق إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، وهو ما جعل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون رقم 3020 بهدف مساعدة القطاعات المعنية، أي وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء فيروس كورونا. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، إن مشروع القانون المعروض على أنظاركم اليوم يسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. إن هذا المشروع يهدف إلى أولاً الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات. ثانياً، تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء. ثالثاً، تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. كما تجدر الإشارة إلى أن مقتضياته محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة تخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا. كما يميز مشروع القانون بين نوعين من العقود وفقاً للتواريخ المقررة للتنفيذ، وهي كالتالي: أولاً، العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة بين فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة طوارئ الصحية. هذه العقود ستفسخ بقوة القانون، حيث يستحيل تنفيذها بسبب الإجراءات المتخذة إثر الإعلان على حالة الطوارئ الصحية، أي الحجر الصحي، إجراءات تقييد التنقل والسفر، إغلاق المجال الجوي إلى آخره. ثانياً، العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي للتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي يمكن لمقدم الخدمات فسخها
نظراً للتغيرات والتقلبات التي يعاني منها هذا القطاع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا والتي تعيق أي برمجة أو تخطيط. من جهة أخرى وحفاظاً على حقوق المستهلكين، فإنه إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة قبل نهاية مدة صلاحية وصل الدين، يقوم مقدم الخدمات فوراً بإرجاع مجموع المبالغ المؤدات من طرف الزبون. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، إننا نتوخى من هذا المشروع أن يساهم في الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على قطاعي السياحة والنقل الجوي في الظروف الحالية، مع التأكيد على أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ستبقى حريصة على مواكبة المهنيين والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حفاظاً على مصالح القطاع ومصالح المستهلكين، وحفاظاً أيضاً على المصلحة العامة لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للسيدة الوزيرة.